هل طلب العلم واجب أم مستحب؟ طلب العلم على قسمين، قسم واجب على كل مسلم، وهو أن يتعلم أمور دينه، يتعلم أمور دينه من عقيدة وصلاة وزكاة وصيام وحج، أركان الإسلام الخمسة لا بد أن تعرف أحكامها، لأنها مطلوبة منك من كل مسلم. هذا يسمونه فرض عين على كل مسلم. أما النوع الثاني من أنواع التعلم هو فرض الكفاية، وهو تعلم أحكام المعاملات وأحكام الوصايا والأوقاف والمواريث والأنكحة والطلاق. هذا إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن البقية وبقي سنة في حقهم.